يمكن جا عمر كنا ما عرفنا ان غادي يكون بحال هادشي ومعمرنا مضنينا انه غادي يكون بحال هادشي. عندنا منطقه سكنيه مجمع سكني اللي كاين اي صاحبي بزاف كاع ماشي شحال. شوف الا دورت التليفون العادي ديال الساكنه كاينه هنا. مشاهدينا متابعينا عبر جريده الحد 24 اهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر. اكيد عدنا في بث جديد مع فاعل حقوقي اللي اكيد غيور على المنطقه ودائما في الخارجات الاعلاميه ديالو كيتكلم على الساكنه بشكل كبير. اكيد اليوم وكما شرحت لنا السيده في البث المباشر الاول انها كتعاني بشكل كبير بسبب واحد السيد اللي كيصنع الفاخر واحد الارض فلاحيه امام مجمع سكني، لدرجه انها ملي مشات عندو وقالت ليه باللي راه ولدي مريض قال لها نعاونك خيشه ديال الفاخر. اكيد كما قال لنا اخ غير دخل الخط ويعطينا معطيات اكثر حيت اكيد عين المكان ورفقه السلطه المحليه وعرف شنو واقع في هذا المكان. السلام عليكم. وعليكم السلام، شكرا لحدث فانكات على هذه الالتفاته. دونك معكم رضوان زكري رئيس جمعيه مستقبل التنميه الاجتماعيه بجامعه بني خلف عماله المحمديه. ليله الامس اتصلت بي السيده امينه باش ندخل على الخط هاد كوشات ديال الفاخر، هادو كوشات ديال الفاخر، مصنع ديال الفاخر، مصنع ديال الفاخر كاين هنا حدا مركب سكني. فمن العيب والعار ان السكني راه فيه عدد كبير ديال الاسر، وراه التيرار ما يجهز على تقريبا واحد 60000 اسره هنا، راه غير هاد ليسباس اللي باقا خاوية. فبالتالي انني جيت وشفت الوليد ديالها، الوليد ديالها مسكين مكرفص عنده ضيق في التنفس، دايره ليه غير لي زاباراي، هي تا هي كتكحب. فحشومة وعيب وعار نقول لهذا السيد اللي تنقول ليه واش تبغي المضره تعمر جيبك وتضر الناس، واش تبغي تعمر انت جيبك وتهلك الناس. فحشومة واش هذا الشيء، واش هذا الشيء اللي وصى علينا الاسلام، واش هذا الشيء اللي تيبغيه الله لعبده. فعيب وعار وحشومه انك درتي هذه الكارثه، هذه كارثه بيئيه، هذه كتسبب اضرار جسديه واضرار صدريه لكل الساكنه. راه سميتي كتشم راه كاين الريحه ديال الفاخر، راه كاين واحد الريحه كريهه. فعيب هادشي. انتما انت اخص ماشي بالضروره انك تكون فاعل حقوق، انما تكون واحد من الساكنه واش غترضى على راسك ان يكون الدخان كيطلع. وهو هو وهو وهو نديروها سيدي ساكن هنا، وراه هذاك السيد ساكن هنا وانا هو مول الفاخر، واش غادي يرضى؟ قسما بالله ما يرضى. فكان اتصال شنو كيديروا بالضبط تما؟ حيت انت عينتي دابا تما كيجمعوا العواد، تما كيقطعوا الشجر وتيجمعوا واحد العواد وتيغطيوه بالردم وتيديروا كيديروا فيه البلاستيك من الداخل ومارشي رشوه بشي لي برودوي باش يشعل فيه العافيه. كيديروا جوج ديال الفتحات، فتحه كيدخل منها البرد وفتحه كيخرج منها الدخان. دابا تما راه ما تيبانش لكم الدخان، كيبان لكم الدخان بسيط، ولكن بالليل كيحيدوا واحد البلاستيك، راه سادينوا واحد الميكا بلاستيك باش يطلع الدخان، باش يطلع الدخان كيحيدوا واحد الميكا اللي سادين بهذاك الفم باش يطلع الدخان. فحشومه وعيب وعار. ليله الامس كان اتصال مباشر مع السيد القائد المحترم من المقاطعه الرابعه، فاستجب الاتصال ديالي واستجب الشكايه ديالي، رسل معايا واحد ثلاثه ديال اعوان السلطه، ثلاثه ديال اعوان السلطه مشينا عينا وضع انكسر فخر القانون بزاف فكثير. فكيقول لك ليزوفريت من العامل ديال تما كيقول لك ما يمكنش لينا حنا نطفيو، الا طفينا غادي يتضرر، غيتضرر هو، هو غيتضرر والساكنه اللق. وشحال ديال الوقت كيبقى هادشي اللي قال لك؟ تقريبا قال لي خاصها باقى لي شي شهرين ديال الخدمه تما. شهرين؟ شهرين ديال الخدمه على ذكر اللسان ديالو، شهرين ديال الخدمه. واش شهرين ديال الخدمه تجمع فلوس وتهلك عباد الله؟ واش كاين شي قانون كيخول لان يعني يقوم بهذا؟ ما يمكنش داخل مجمعات السكنيه، ما يمكنش ما يخولش. لو كان كيخول القانون ما يخرجوش معنا اعوان السلطه، لو كان كيخرج يكون القانون اعطاه القانون عاطينه الحق ما يعيطش السيد القائد، ما يصيفطش اعوان السلطه ديالو، ما يصيفطش باش يعينوا الوضع انكتب. فتحيه واجلال مني اليه لانه استجب للشكايه ديالي في ظرف وزيز. فهذا كان اليوم دايرين معنا على اساس ان غادي يجي السيد مول هذا البروجي، غادي يجي وغيديروا ليه اي صنتوا ليه ويديروا البي في ديالو ويدفعوه. فما جاش، اتصلوا بنا عوان السلطه انه ما جاش ما حضرش، ما بحال اللي ما تسوقش. دونك اذا هذا السيد كيخرق القانون. وقلت لي الحاجه اللي بقات في اكثر ان السيده المتضرره كباقي الساكنه عندها ولده عندها حشومه والله يعافيك، كما قلتي انها تتواصل معك من طبيعه الحال، ولكن كما قلتي المشكل العويصو اللي حس في النفس ديالك انا ملي مشات عندو قال لها نعاونك بخيشه ديال واش هذا كيضحك عليه ولا كيضحك على راسه؟ هذا اللي بغيت نعرف، واش كيضحك عليه ولا كيضحك على راسه؟ واش الظهر ديال الجده ديالو؟ واش الوليد تيموت كتقول لها انت خيشه ديال، انت شحال دايره هاد الخيشه ديال الفخ؟
ترى ولده اهم ليا من الدنيا كامله صاحبي. واش ولده هو اللي يكون كان ولده هذاك الوليد يكون ولده ومشى عنده هو وهي خدامه، واش غير ذا انه يقدر يضربها؟ يقدر يضربها يقول لك تكرفس لي ولادي ولا يقدر يضربها. فهي مراعاه لهذيك الساكنه اللي حداه، هذوك اللي حداها صاحبي شنو واش المصير ديال هذوك الناس الذات ديالهم كي دايره؟ واش الكورون داير لك؟ انا في الاتجاه ديالكم راه دابا دابا كيجي هنا البرد جاي عندنا هنا ديما جاي البرد، ديما جاي البرد في الاتجاه اللي حنا واقفين فيه. فهادشي راه كيحز في النفس ان مقابل مع الارض كي اه بطبيعه الحال هاد الناس كاملين، هاد الناس في هاد لا زون كامله كلهم تيعانيو. راه الناس شوف راه باغا دويت وخايفه، راه باش نكونوا فاهمين راه الناس باغا دويت وي و خايفين مساكن كيقول لك هادشي راه ما عادش غنديرو حنا هادي وحنا هادي. ولا القانون فوق الجميع فاتح البيبان ديالها في السلطه المحليه الهواتف ديالها دي. كاين تواصل الحمد لله صراحه كي. من طبيعه الحال اللي هذا حنا كنشكروهم من هذا المنبر، كنشكروا السيد الباشا والناس ديال المسؤولين على هذا القطاع. فهي حز في النفس ان باقي هذا الشيء، حنا ما بغيناش يبقى هذا الشيء بتاتا، خاصو يدير لي حل اليوم قبل غدا باش نكونوا فاهمين. هذا الشيء راه مازال كيسبب الاضرار للساكنه ولا سيما هاد الوليد، حنا في هاد الحاله بالديس كبار يعني هذا هو المشكل صاحبي. راه يحز في النفس صاحبي كي نقول لك واحد يعمر جيبو يهلك عباد الله. واش تعمر جيبك وتهلك يا صاحبي جيرانك؟ ففكر لجيرانك، ما تبقاش تفكر في نفسك بوحدك، فكر لجيرانك. راه يعطيك الله الا كان لك تي تصور 10000 درهم راه يعطيك الله اكثر، يقدر يعوض عليك الله في حوايج بزاف كاع. ولكن الا كان لو فون ديالك فيه واحد الحس ديال الايمان، واحد الحس ديال المراعاه ديال الساكنه، الله يدير لي فيها الخير امين. اكيد نتمنوا الحل يكون في اقرب الاجال بطبيعه الحال. حنا الرساله اللي غادي نوصلوا غادي نوصلوا للمسؤولين ديال جماعه شبيخنا خلاف انها تدير حل للساكنه وتحيد هذه العشوائيه اللي كاينه هنا وتحيد هذه الخروقات اللي كاينه هنا. فحشومه وعيب وعار ان الناس ساكنين هنا هو يدير لهم كوشات ديال الفخر. حنا ماشي ضده باش نكونوا فاهمين، ولكن ضد هذا العشوائي اللي داير. الله يهول الله يسهل عليه يدير هذا الشيء، خاصو يديروه في واحد البلاصه اللي هي منطقه غابويه اللي كنعرفوا ما فيهاش السكان. والله يسهل عليه حنا ماشي، ولكن حشومه انك دير هذا الشيء قدام الناس.